أنه لا يوجد دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشوط الأول والثاني سواء في الصفا أو في المروة أو في الصفا أو في المروة أو في الطواف، إلا ما ذكرنا من بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقلنا يقف على الصفا ويقف على المروة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا فقط الذي يثبت. نعم. Hadislarda kine dindi diyorlar. Tavaf vaktinde o tarafa kaysan vaktiglis iki yemenski udol belen kona taşka iki. İ şavayuk safada o tekaysa diyorlar zikirik. Üç takla tekbir ila 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 şerike. Nasıl diyorlarına atı onlardan başka ünge diyorlar yok. Tukthir kulna min el istiğfar min el salâ ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kübi tepkirek salavat akarda kübi tepki istiğfar kılık afoluk sorarga. Tekra Kur'an. Kur'an'ı kırga. Tedu bilugatik la işkal. لكن الأفضل الأولى أن يدعو بأدعية القرآن والسنة. أما هذه الكتب التي فيها دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني هذه كلها ليست من السنة. نعم.